فلا وربك، وربك يا محمد، ورب محمد صلى الله عليه وسلم هو الله نفسه، فيقسم بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج هو الضيق، لا يتضايق القوم من حكم الله ومن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. أكد الفعل بالمصدر وهو الفعل المطلق، المصدر هو الفعل المطلق، ويسلموا تسليما، أي تسليما كاملا مطلقا بالقول وبالفعل، بالظاهر في الظاهر والباطن، بالقلوب، بالألسن، وهكذا. وجاء في التفسير، راجع تفسير البغوي، تفسير ابن كثير عليهما رحمة الله تعالى، أن سبب نزول هذه الآية أن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، الزبير ابن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، كانت له مزرعة، وكان هناك رجل من أهل المدينة عنده مزرعة مجاورة لمزرعة الزبير ابن العوام، وكان الماء يمر على المزرعتين، يمر على الأولى ثم على الثانية، فاختصم ذلك الرجل مع الزبير ابن العوام، أيهما يسقي زرعه أولا ثم يرسل الماء إلى صاحبه، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي أقرب الرجلين إلى الماء، ثم يرسل الماء إلى أخيه، إلى جاره. الماء جاية من هنا، قال القريب البيجاية اسقي أول، بعد ذاك افتح الموية لجاره اسقي، وهذا لا شك في أنه موافق للشرع، النبي صلى الله عليه وسلم حكم به، هو موافق للشرع وللعقل وللعدل وللعرف ولكل إنصاف. فكان الزبير أقرب الرجلين إلى الماء، مزرعته أقرب إلى الماء، فقال الرجل من أهل المدينة مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك حكمت بهذا الحكم، لأنه قريبك ولأنه ابن عمتك، فأنزل الله تعالى هذه الآية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حكم بالعدل، وأن مقتضى الإيمان ومن لوازم الإيمان ومن صميم الإيمان أن يتحاكم المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، وأن يسلموا وأن لا يتضايقوا ظاهرا وباطنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور، والآية القبلية دي من سورة النساء. إنما أداة حصر، موقف المؤمن واحد تجاه السنة، واحد
الشكري الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وهو من المدرسين في المسجد النبوي قال كلمة عجيبة في الكلام عن السنة في شرحه للعقيدة الواسطية وفي مقدمات شرحه لكتاب الواجبات المتحتمات، قال نفس العبارة، قال: أهل السنة، يعني الذين يتبعون السنة، أهل السنة يشترطون في السنة وفي الحديث الثبوت، الثبوت فقط، الحديث ثابت خلاص ثاني ما عندهم كلام بيتبعوا بس. وأما أهل الفلسفة والزنادقة من المنتسبين إلى الإسلام ممن يسمون بالعقليين شغالين بالعقل، فهؤلاء لا يشترطون مجرد الثبوت إنه الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعلون السنة محكومة والحاكم هو العقل، فالعقل عندهم مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل هو الذي يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المسلمين وعلى الناس وهكذا. شو الجهالات دي؟ ولا عقل لهم، من دون عقل. الأدلة من الواقع تثبت أنهم أجهل الناس وأبلد الناس، وهم من لا عقول لهم بيدعوا ساي. قال لك: إنما كان قول المؤمنين، يوم موقف واحد، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قالوا نرجع للكتاب والسنة، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شو الكلام ده سمح كيف؟ سمعنا وأطعنا، ده شغل الزول. انت سميت نفسك، انت قلت انا مسلم، انت قلت انا مسلم، مسلم يعني شنو؟ يعني مستسلم، امش يمين تمشي، امش قدام تمشي، امش شمال تمشي. قالوا لك كلام، هل قالوا لك منو؟ قالوا رب العزة والجلال. خلاص ثاني ما بدأت تتلولو، قبل ما كان تقول مسلم، كان تقول مسلم الا ربع، مسلم الا نص، ما صح ذاته، ما في. انت قلت انا مسلم، يعني كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى، امشي يمين خلاص، امشي شمال، امشي كذا كذا الى اخره، يعني ما بدا تلخبطه. ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ذيل اهل الفلاح، يعني هم يدخلون الجنه وهم ينالون النجاه من النار. الآية اللي بعدها طوالي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عن الميداليات دي إذا صح التعبير، شو الفوائد دي؟ تبقى من أهل الفلاح، من أهل الفوز، من أهل الجنة، من أهل حسن الخاتمة، ممن تكون قبورهم رياضا من رياض الجنة وهكذا، وقبر روضة من رياض الجنة. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وغير من الأحاديث فيه أحاديث كثيرة، يعني بحديث أبي هريرة الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، ذكر حديثا واحدا في الباب، وهو حديث متوسط بين الطول والقصر، فنكتفي بذكره في وبختام الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إلى آخر الآية.
قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده، الآية دي اشتدت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم كانوا أهل خوف ووجل من الله تعالى، كانوا يخافون الله أشد الخوف. وكلما اشتد خوف العبد من الله تعالى أحرقت سيئاته وأحرقت الأمراض التي في قلبه وعوفية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيعافى من مرض العشق ومن سائر أمراض القلوب، كما ذكر في التعليق على قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، أن يوسف عليه السلام كان يخاف الله، وكانت امرأة العزيز على الشرك بالله. قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله. ليه اشتد عليهم؟ كانوا يخافون الله، وخافوا من قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم، ما في الصدور، أو تخفوه فلا تظهروه يحاسبكم به الله. كلام ده خوف شديد. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الصحابة دي؟ الناس عجيبين. قال: ثم بركوا على الركب، بركوا عليه ركبون، فقالوا: أي رسول الله، يعني يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، جاتنا تكاليف بدري نقدر عليها، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة. الصلاة بنقدر عليها، صيام بنقدر نصوم، الجهاد بنمشي نكاتل ما عندنا مشكلة، الصدقة بنتصدق، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. لكن الآية الجاد دي ما بنقدر عليها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، دي ما بنقدر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم كمال التسليم، وهم أهل للتعليم، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أهل الكتابين من اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا. كانوا يقولون سمعنا وعصينا، انت دارين تقولوا زيهم، تقولوا بنسمع لديل الآيات دي ودي ما بنسمع عليها ودي صعبة ودي، لا لا ما تقولوا كذا. قال: بل قولوا سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أصل الزول لو عود نفسه سمعنا وأطعنا، وكن على يقين أن الله تعالى إذا علم منك الصدق وأنك تريد تطبيق الدين والعمل بالدين فسيوفقك الله سبحانه وتعالى. والدليل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يسر يوفقك. قال: فلما اقترأها القوم قرأوا هذه الكلمات: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، وذلت بها ألسنتهم، تذللوا لله وانكسروا وخضعوا لربهم، أنزل الله تعالى في إثرها، يعني بعد طوالي الآية اللي هم قبيل اتجرسوا، إذا صح التعبير بالدارجة، طوالي جات الآيات البعدة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. ويتجرسوا ليه؟ ده خوف، ده مدح ليهم، ده خوف من الله تعالى. أبو هريرة رضي الله عنه صرح بالنسخ، لأن العلماء اختلفوا في الآيات دي، هل فيها ناسخ ومنسوخ ولا ما فيها؟ الآيات دي بالتحديد في أواخر سورة البقرة اختلفوا فيها. بعض العلماء يقولوا ما فيها نسخ، ما فيها تعارض، وإنما فيها تفصيل. وبعضهم بيقولوا وسط الآية منسوخ، أما أول الآية ونهاية الآية أصلا ما منسوخ. ليه ما منسوخ؟ لأنه ده خبر، أول الآية وآخر الآية ده خبر، أما اللي في وسط الآية ده بيترتب عليه حكم. وابن جرير الطبري إمام المفسرين قعد قاعدة من قواعد التفسير، قال: النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. النسخ في الأحكام، الأحكام الليلة يقول حلال، بعد مدة يبقى الكلام ده، بعد مدة في ناس يجوا يكون الموضوع ده بضرهم، يقول لهم ده حرام، نسخ الحكم، زمان حلال حرام، أو العكس الموضوع ده حرام، بعد مدة الناس خلاص يعني بيقى ما في ضرر بالنسبة لهم، يقول لهم حلال. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. أنا بدري قلت لكم ما تزوروا القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ليه في بداية الإسلام قال لهم ما تزوروها في بداية الإسلام؟ خوفا على عقيدتهم، إنسان داخل جديد في الإسلام. فلما استقر الإيمان في قلوبهم قال: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ده الموضوع كده، دي الفائدة هنا. فالنسخ في الأحكام حلال وحرام إلى آخره. أنت ولذلك أنت لو في ضرر عليك محل الضرر ما تمشي له، وده أخطر محل. شوف المقابر العادية دي تمشي فيها أجر، تمشي تزورها فيها أجر، تذكرك الآخرة. أصل الزور المقابر بيمش عشان ثلاثة أشياء: يا إما يزور المقابر عنده والده، عنده أخوه، عنده ده بيدعو له دعاء ده خير. يا إما نمرة اثنين بيمشي المقابر، واحد مشى للدعاء، اثنين ممكن تدعو لهم في بيتك، واحد النتيجة. اثنين بتمشي للتذكر والعظة، تمشي تعاين لهم، ديل قبل شهر كانوا بيتونسوا معاك، كانوا بيضحكوا، كانوا بياكلوا، والليلة بيجوا في عالم تاني وكذا وكذا، وتقعد تبكي وتندم وتتعز. انت في النهاية عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أتيت القبور فسألتها أين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين القوي على ما قدر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما كان لك فيما مضى معتبر. ده فيه عبرة أنك تتعظ، يا بتمشي للدعاء يا الموعظة يا الدفن، تمشي تدفن في ذو الميت، تمشي تدفن، ودي ثلاثة فيها خير للإنسان، ما في هنا ما في إشكال. أما تمشي المغابر تدفن لك عيش حب، ولا تكشح لك موية، ولا تسوي لك حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تخم لك تراب تقول لي دي بركة الفقيه فلان، ولا تطوف لك بقبة
ولا تبني لك بناية، ده كله من البلاوي ومن المصائب، ودي من وسائل الشرك بالله تعالى، من الشرك ومن الشرك كونك تنادي الحقني وافزعني وتلقى واقف جنب القبر قمة الخضوع والانكسار. لو انكسر أمام ربه كما ينكسر أمام شيخه لأنزل الله عليه بركات من السماء والأرض. إيمان، انكسار فيه إيمان. امشي أبويا الشيخ وأنا تعبان وأنا الحال قيس علي وأنا ما قادر أعمل حاجة، وشوفني ونظرة يا أبويا الشيخ وأعمل لي وسوي لي نظرة كذا اللي سلم عليك كذا كذا اللي قوم خلي السلام قوم كذا قول لك وكذا اللي يشيل منك خلي اللي يديك كذا مد له ربطه بتاعت قروش قول لها هاك لها يا ابويا الشيخ خلي اديني انت هاك لها. عزموا عزموا، انا ما عندي عزومه لهم من بدري ما عزمت، وانا عشان اكد لك انهم ماتوا ما بينفعوكم وبضروك مشايخ دين، انا ما عزمتهم قلت لك جيبهم بجيب لهم بنجد لهم لحم بكرمهم اكرام شديد ان شاء الله، بس انت جيبهم دار اقنعك انا ما جيبهم عزمهم من قبورنا اللي يجوا ما عندهم اي شيء. فانا ماذا رشدت الكلام، وان كان ده اهم كلام ولا بد من ذكره هو التوحيد. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون، ما تتعلق بالاموات تعلق بالله سبحانه وتعالى. النسخ يكون في الاحكام وليس في الاخبار. ما ممكن يخبرك بخبر يجي يقول لك الخبر داك خليه، الخبر داك ما صح الصح ده، ولا داك خليه لغيناه شيل الخبر، لا ما ممكن يقول لك كذا. ما ممكن يقول لك أصحاب الكهف قصتهم كذا بعد مدة يقول لك الكلام ده منسوخ الخبر كذا، لا لا ما ده ما بيجي الخبر ما بتناقض الخبر ما بتبدل، وخبر الله صدق. أما الحكم بيصلح في زمن معين، في زمن معين بيصلح معاه حكم تاني، عشان كذا بيتنسخ. دي قاعدة وخدها، النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، ده خبر لله، أي ملك السماوات والأرض لله وحده لا شريك له، ده خبر ده ما بيتنسخ. وآخر الآية إن الله على كل شيء قدير، ده خبر ده ما فيه نسخ. الكلام في وسط الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما يترتب على هذا الكلام من الحكم. هل وسوسة النفوس، هل ما يحدث به الإنسان نفسه يحاسب عليه أم أنه لا يحاسب عليه؟ لا يحاسب عليه، ده الكلام النسخ هنا، ده كلام أبي هريرة النسخ هنا. شكي قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أما ما يحدث به الإنسان نفسه ولا يعمل به فإنه خصوصا إن كان وسوسة لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه، وإنما يستعيذ بالله من هذه الوسوسة ويلجأ إلى الله تعالى ولا يضره شيء. نكتفي بهذا القدر، هذا نهاية الباب إذا مد الله في الآجال ووفق. غدا نأتي إلى الباب 18 من أبواب الكتاب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.